الهدف الرابع، الهدف الرابع لصالح النادي الافريقي، الهدف الرابع لفريق ياسين الشمالي. وعوض في كاس الافريقي هذا القانون. هاو شوف الاعاده، شوف التحكيم الجميل حق ياسين، ياسين الشمالي يرجع الكره في زاويه بغضه. تبدأ الكرة من جديد الآن، محاولة لمصلحة عبد الأفريقي في هذا المكان، وفرصة أمام المرمى. هدف أول، هدف أول للشماخي، الشماخي يسجل الهدف الأول. شوف ما كرة الأفريقي، شوف الخفيف يحطها عند عبد الشماخي، زاوية صعبة جدا وفي مكان صعب على حارس المرمى لأن يسجل الهدف الأول لمصلحة الأفريقي. 1-0 لمصلحة الأفريقي، هذا يعني الهدف المنتظر بالنسبة لجماهير الأفريقي. أكيد طبعا لا يريدون فريقهم يغادر. هدف جديد بين النفسي، مجهود كبير في الجهة اللي فات، تمريره في الأرض، متعدى في الجهة الكل، بل ما تلقى الشماخي اللي ما يضيعش الفرصة يسجل أول أهداف فريقه في المباراة. هدف بعد لفريق يجيب يسجل من فريقه بعد هجوم معاد كرة تسجل صاب رفيقة على الحصان. يعمل الناس المهدي الشماخي لن يكمل بالهدف الرابع لفريقه وسامينيو. يتقدم الشماخي ممتاز، ينجح ينجح ايضا ياسين الشماخي في تسجيل ياسين الشماخي. الشماخي محاولة من قياس العياتي، العياتي والشماخي على العبدي وحمزة العاو، والهدف من حمزة العجربي، هدف عالمي من حمزة. المدرب الجزائري خير الدين مضوي عكس الهجوم لوجود وضعية تسلل. ياسين الشماخي، ياسين الشماخي، والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح الافريقي وبالتحديد الاخير. لكن 11 دقيقة فقط في الشوط الثاني كانت كافية لصابر خفيفة باش يزيد الهدف الثاني ويتسع عليه في البطولة. طريقة حلوة فيها برشا سرعة.
والحارس أسعد عمار يستميت ويحاول مغادرة الحارس ليث يفرني، ثم كرة أخرى وكرة كبيرة الافريقي وصل الضغط، الشماخي وزع صابر خليفه اللي في مناسبه اولى بالراس، الحارس يتصدى في مناسبه ثانيه، كورتو قالفيوس دخلوه زوز في رقب نسق عالي، الافريقي يضغط على طريق الثلاثي الهجومي خليفه الشماخي والخفيفي. الكرة تلمس في يد المدافع جلال السحباني يعلن على ثالث ضربة جزاء في المقابل. ياسين مرياح، ياسين مرياح عنده الكرة، ياسين خاطى الكرة، ياسين الشماخي يلعب السفر خليفة وبعيدة بعيدة، ياسين مرياح حاول إعادة، شوفوا الارتباك كان مش مركز على الكرة، كان ربما يشوف المساندة ويبحث عن المساندة ولكنه في النهاية كرة حمزة العقلي ممتاز لمحمود زمان
السكري يرجع يسجد الشباكي، شباكي قدموا مهر الحداشي، شباكي يرجع الكرة للخلف جديدة لبيك السكري في هذا الشوط الأخيري، الحداشي سيكون رد الفعل الذي لتريحي، السيناريو يغير تماما من بداية المباراة، السيناريو يخلي الفريقي يطالب بأنه يرجع في المباراة غير زوادي، ولكن أصبح كل موجودي وآخرها مباراة الكأس أيضا اللي ترشح فيها النادي الأفريقي. أكيد مباراة الكأس اللي ترشح فيها النادي الأفريقي، وهذه كرة لياسين الشماخي، ياسين الشماخي لعب الأخيرة بين الفريقين بين السياع والسياسيس. الكرة في وسط الميدان، الشماخي جانب العائد يلعب مع حمزة العقربي. لين الاستحواذ لصالح النادي الأفريقي، محاولة المباغتة لصالح الأفريقي، وهذه الكرة ولكن قصر. الملك صابر، القائد صابر، هدي زميل جمهور النادي الأفريقي. وهذه الكرة اللي صالح ولعبد الهندي ولد السيوتي يقطع الكرة في جانب العين، يقطع الكرة في جانب العين. المحاولات من هذا وهذاك، المناورات، جيول الكرات وفترة جس النبض ما زالت إلى حد الآن في درجة اللعب تقريبا شهر. وكانت أكثر من اللازم لفترة جس النبض في إدارة مراد الهندي. مراد الهندي وكرة تعود من سيف الثقاع، دائما الكرة اليسيرة للشماخي يحاول يتعدى يربح ضربة المخالفة. المخالفة ياسين الشماخي اللاعب السابق للأولمبي الباجي عيد ابن مدينة سليمان، هذه كرة والإعادة والمخالفة. ياسين يعمل الكنترول ممتاز، التحكم من الكرة بالنسبة للفريق في لحظة أخيرة، حمزة العقرب ظل صعيد لمسة واحدة الكرة إلى باسم النفطي ومعاه ياسين الشماخي ودى الكرة باتجاه زهير الزوادي، يوزع كرة زهير الزوادي، ياسين الشماخي تجده رأسية في النادي الأفريقي وهو تجاو أنصاب مستقبل جابر. هاو العملية الأخيرة كذلك تتبعوها في المباشر، تجاو أنصاب مع نيكولاس أوكوكو الكرة قبل الجيب وعزيز الشيء كرة دخلت لغازي العيادي، غازي العيادي يعمل تمريره والتوسيع والفرصة الأولى والدفاعية دخل. أول مساج لحب يتعدى اليوم في هذه المباراة، ثم تأتي الكرة بعد الهجوم لصالح النادي الأفريقي، الشماخي يدخل داخل منطقة الجزاء. تقريبا الموسم إشكالية في الناحية الهجومية في النادي الأفريقي، التمريره هذه هي اللي مازالت متفاقسه، يعني فهمت 4 انتصارات تعادل وسبع هزائم، 13 نقطة من 36 ممكنة. ودي التسديدة هو الفردية الفرنسية والمرة في النوادي الفرنسية للأمانة، التوقفات والعملية قبل إشكالية توزيعها والكرة الرأسية تتعادل. بالتحليل الفني قبل لانه عن الريح، رياح قويه في ملعب تمشي الى من؟ الى بيلا كفيفي، بلال يلعب 31 مع ياسين الشماخي في ظهر دفاعي سدد السقوط. الحكم شو يقول؟ ثم تمويه، ياسين بوفالغه يقول ثم اذا يعني من منطقه السيمان على كل، ويجب الافريقي يسقط ياسين الشماخي. ثم ايضا احمد خليل تعود الكره يبحث عن فيكيك او فك شفره دفاع الاتحاد، لكن غير موجودة بالنسبة للفقي يكون من خلال شوف الإعادة صديقة دولي يبقى تقريبا عن تقدم شوية دفاع عن اتحاد الرياضي في الجرجال لصالح النادي الأفريقي. ثم ضرب، ثم لمس واضح من مهاجم عن ليتي الاتحاد الرياضي في الجرجال على ما يبدو موجود شمسة كرة صحية. بلال الخليفي يبحث عن ياسين الشماخي يتعدى مع كوليباري، لا يفتح وتعود لمخالفة حسب الشارع من المساعد الأول الشماخي ابن وترعرع فوق النقطة، حب يتجاوز الجاوز لكن يكملها التفوق واحد من ريش أمام النادي الأفريقي. حدثنا مع الجزيري في القتف عادي كول يمر في مرة أولى ثم مرة ثانية ويربح فيها.
حبيبكم أريعادة البقاء البقاء إلى ياسين الشميخي ياسين الشميخي نحن كين سيف بن يحيى بن يحيى كل دوم بوين كما يسميه جمهور النادي الافريقي واحد من هنا زهير الزويدي الزويدي في ال 18 يوزع في القائمة الثانية بعد الكرة ولكن مازال اختار مازال اختار سيف بن الشافعي سيف بن الشافعي والعودة نتاع علي حنانة في مرة أولى وثانية مازالت العملية وتوزيعة في القائمة الثانية الكرة بغي لكن أين الشيحة وهذه لقطة من العملية الأخيرة والإعادة العربية باب جديد واضح لأن المباراة ماهيش باش تحسم بكل سهولة للنادي الأفريقي حاول بعد الأولمبي البيجي العودة في نتيجة اللقاء وخلق مرص عبر ياسين الشماخي في مناسبتين وأخطرها فالتصويبة القوية اللي حاضر مرمى بشريفي قبل نهاية علي الهمامي يفسخ عقده مع الملعب اللي جاي في رجع كوري صار حول الأولمبي البيجي حول عكس الهجوم حاول يعكس الهجوم مزرف بالباجي وين الكرة ولا تدخل من الدفاع ختينا الكرة تنزل تربيت يلعب مع ياسين الشماخي الشماخي ينطلق من الجهة اليمين ياسين على الشماخي مازال يحتفظ بالكرة ويدخل اليو سي سي اليو سي سي يبعد الكرة ترجع من جديد خطير الهجوم لصالح الأولمبي البيج ولد خطير لصالح الأولمبي البيج يطلع هيثم عباس فما مخالفة مخالفة هاي الإعادة تدخل من هيثم عبد الحب الراس الكرة محمد بجيب أو ياسين الشماخي ياسين على الشمال بين الشوط الاول بين الشوط الاول كان ملعب كاتيو تمكن من الكره ولكن الباجي هي المسجد وعكس الشوط الثاني لم تلبس هو اللي ترجع ترجع من جديد لصالح الاولمبي البيت سادة خسران سامع حل دريبيلي الى اللاعب ياسين الشماخ شماخ يمر وفيز المراوغ ياسين الشماخ ياسين الشماخ وما تتعديش حط الزرق يطلع الاولمبي البيجي والاول هاني معوض السابق كلاي اللي بنغلو انه لاباس تتواصل العمليه قبل ما تخرج الكره لضربه المرمى محاوله المراوغه بالعمق تخرج من السابق كلاي تجاه ياسين الشمال